ودخلت سي محمد، وانت انا شفت حتى مقالك فيما يتعلق بالشباب، مساله امن قومي، وقت تقولي 30% موافقين على لباس النقاب في الجامعه، 37% او 37%، ايش معناه هم موافقين على التيار السلفي؟ بالعكس، هذا ما يعكس، هم يعكس الوعي بالحريات. يعني الموقف هذا مش انتصار للسلفيه الجهاديه، يعني ثم شباب اصبح يؤمن بالحق في اللباس، وبالتالي هذا ما ينصبش لصالح هؤلاء. تقول لي 5% لا مسؤوليه، صح؟ من 37% هذوما اللي يوافقوا على لبس ما همش قاعدين يلبسوا في النقاب هما. اذا كانوا موافقين علاش ما يلبسوش في الجامعه؟ 37% موافقين، من 37% هذوما ثم 70% يعتبرون ذلك حريه شخصيه. وبالتالي هذا لصالحنا مش لصالح الفئه هذه. كما تقول لي 5% يشوفوا انه لا مسؤوليه للتيار السلفي في العمليات اللي تقوم، مش معناها تعاطف معهم، عدم ثقه في المعلومه اللي تقدمها الدوله. هذا خطر المشكل، المعلومه تكون صحيحه اللي تقدموها، ولكن كيفاش نفكك المعلومه وقدمها؟ كيما سي رضوان يقول 75% في العالم من الشباب متدين، اش معناه متدين؟ خاطر انا نقول لك زاد 68% من شباب في الدول اللي نسميها الديمقراطيه والعريقه هذه في الديمقراطيه ينزع الى النزوع الى الالحاد. الشباب الصيني المتدين او الياباني او الامريكي او غيره، لانه معنى التدين يختلف من مكان الى مكان في المعطي هذا. كذلك وقت نقولوا راهو سياسه الدوله تلت 50 سنه انتجت هؤلاء، نقول لك مش قضية سياسة دولة، لأنه ثم دول توخت سياسات أخرى أقرب إلى هؤلاء، بينما وجود هؤلاء أقوى. العقيد القذافي في السنة اللي أتيح به يحتفل بمليون حافظ للقرآن، ومع ذلك مشينا يعني لهذا أو في غيرها من الدول. لك ولو مش محتاج مش فسر له كلامه سي رضوان أن هذايا الباراديغم هذايا المباشر نتاع الربط الجدانوفي الميكانيكي ما بين تفريغ للتعليم الديني وكذا وبين ما عندوش معنى ظهور قال نظام العقيد القذافي كان نظام محافظ على مستوى محافظ وعمل الدعوه الاسلاميه ودخل ناس للاسلام وفي افريقيا وكذا. السعوديه نفسها، مصر موجود هذا، مصر نفسها، مصر الازهريه. علاش يعني انا نقول الظاهره لازم ندرسوها من جوانب اخرى؟ علاش ظهرت الظاهره؟ ثم معطيات متداخله لازم نقرها. اولا ثم نزوع الى التطرف والتشدد، هو بالاساس موقف سياسي عنده 100 سنه يخدم انطلاقا من حركات الاخوان المسلمين وغيرها، وعنده موقف من الدوله بين ظفرين نسميوها العصريه. ثم فشل دوله الاستقلال في مواصله مشروعها، يعني اعطت اكثر ما يمكن في عمليه التمدرس وفي حفاظها على التوازن الاجتماعي، وصلت حاله هي بدورها مطالبه من داخل باعاده تشكيل نفسها، وكعلاش احنا ندفع في اتجاه جمهوريه ثانيه. الوضعيه اللي عاشتها والتهرم اللي عاشته هذه الدوله انتج بالموازي هذا، ثم نزوع الى عوده الاستعمار بقوه، لأن الجماعات هذه مورطة فيها كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت من أفغانستان ودورها في الخليج ودول الخليجية، وثم مصالح مشتركة بين أصحاب المال في منطقة الخليجية مع الأمريكان باش وفروا هذوما عبر لوجستيك قوي في وسائل الإعلام، في الكتب، في الثقافة، في يعني ثم لعبة زادة دولية قاعد تشكل في هذا المشروع. ثم فشل المشروع القومي أنا في اعتقادي في تحقيق حلم الوحدة العربية، لأنه ما كانش ثم بديل. اليسار ما استطاعش يتموقع في دولنا، وبقى ديما يسار نخبوي، ما استطاعش انه يتحول الى قوه استقطاب قاعديه. المشروع القومي هز الناس الكل في الخمسينات الى غايه السبعينات، وكان حلم وقتها كانت الناس الكل تمشي في هذا الاتجاه، ولكن في النهايه فشل في تحقيق الوحدة العربية. الدولة دولة الاستقلال كما قلت لك فشلت في تحقيق الخيار متاع التنمية والعصرنة الحقيقية إلى أقصاها، ودولة الاستبداد اللي شهدتها الدول العربية تمكنت من توفير الاستقرار، ولكن هذا الاستقرار بدوره أثر على مطلب الحريات مع أجيال وشباب جديدة تنوروا وقراوا، طرحت قضية الديمقراطية والاختلاف.